مساء الخير. حزب الله وجوده في سوريا، قتاله إلى جانب النظام السوري ضد الشعب في ثورته، تحدثنا عن هذا الموضوع كثيرا، وتمكنا في هذا السياق هذه المرة من الوصول إلى مقاتل في حزب الله اللبناني لنعرف منه تفاصيل ما يقوم به في سوريا كمقاتل في حزب الله اللبناني إلى جانب النظام، وما يدفع له مقابل ما يقوم به. تفاصيل نكشف عنها لأول مرة في هذا اللقاء الذي ستتابعونه، وننوه قبل ذلك بأننا قمنا بتغطية طبعا وجه وتغيير صوت المتحدث بسبب طلبه طبعا وحفاظا على أمنه. أنا مع الحزب من وقت كان عمري 14 سنة وبعدني بشتغل معه، بنشتغل بالضاحية وبالحروبات الداخلية اللي صارت، شاركنا بكل الحروبات وأعمارنا يعني صغيرة، وبالنهاية بدنا نشتغل، ما في أشغال، ما في أعمال، ومنا معلمين، يعني مضطرين نشتغل معهم كيف ما بدهم، وملزومين، ومعارك سورية لزمنا فيها ومضطرين نطلع نقاتل فوق، يعني مش حابين لا سورية ولا اللي فيها، بس مضطرين نطلع نقاتل فوق. ومنطلع 10 أيام مننزل 10، منطلع 5 مننزل 5، عم نطلع نقاتل ودميتنا على كفنا كرمال نقبض $500. $500 بالشهر؟ بالشهر بشكل عام من الحزب تاخذ $500 ولا حسب طلعت سورية؟ لا، هن $500 صاروا يعملوا لنا انه زيادة، مثلا $5 على الساعة بالمعركة فوق، يعني انه كان اذا علقت الحرب فوق نحن قاعدين بالخدمه 5 ايام، اذا ها صار فيهم يومين معركه كل نهار لنقول 6 ساعات، على نهار عندك مثلا $10 او $5 حسب هني اوقات يطلعوها اوقات ينزلوها مثل ما يطلع عبينهم. كنا نمرق بايام صعبه كثير فوق. يطلعوها وينزلوها حسب شو؟ حسب شده المعركه ولا ماذا؟ حسب يعني في معارك في مناطق يعلوا لنا التسعيره فيها. لا، انه لنقعد فيها نقاتل هي بتكون اصعب من غيرها. اصعب من غيرها، الزبداني وصل حسابنا فوق على الساعه $20، المهم نقاتل ونحن بدنا نشتغل. اكثر سعر وصل بالزبداني؟ بالزبداني اكثر سعر وصل. شو بتعملوا بسوريا؟ كم مره صرت طالع؟ طالع من اول ما عمت. من شي 5 سنين؟ بعدني بطلع وبنزل. بعدك تطلع؟ انت اخر مره كنت بسوريا؟ من شي شهر تقريبا نزلت وبعدني ما طلعت. يعني تقريبا بس خلصت الزبدانة بالمعارك القوية، هي صار لها فترة قليلة خالص، نزلنا فوق، كنا طلعنا آخر مرة عملية تطهير لفوق ونزلنا، مع هن بيجوا شهر إلا كمان ضلينا نطلع. هلا بعد بيطلع بنخدم فوق 10 أيام 5 أيام وبننزل حسب هن بيبعتوا لكم مثلا انه بكره طالعين على سوريا، جهزوا حالكم من حالكم، يعني بيقولوا لنا قبل يومين ثلاثة بنجهز حالنا. لما قلت لي بالاول انه انا بشتغل مع الحزب من لما كان عمري 14 سنه صحيح؟ صحيح. بتقول بشتغل مع الحزب، هي من لما كان عمرك 14 هي وظيفه تعتبر انه بتاخذ معاش؟ هلا بدنا نضحك على بعضنا، يعني اذا واحد هلا قطع عنه المعاش رح يضل يطلع لفوق؟ ما حيضل يطلع لفوق، يعني بيقول لك هلا في حب الجهاد وعم دافع عن ارضي ومدري شو هالحركات موجودين ها، بس بنفس الوقت انا بقول لك بحمل بردتي بقعد ببيتي واللي بيجي لعندي بقوز، بس انا اطلع قاتل ببلد غير بلدي ماني مضطر له ولا الي، يعني في بدنا نعيش نحن، بس انا ضد انه نقاتل بسوريا لانه بسوريا ما قلنا شيء اصلا فوق، نحن ونطلع نحن نطلع من قاتل الجيش السوري قاعد على جانب. شو بيصير فوق بسوريا؟ شو دور حزب الله تحديدا؟ نحن المعارك كلها فوق، نحن كل شيء معارك على الارض نحن عم بنقوم فيها. في الجيش السوري مثلا بيطلع نحن عن جديد صار النظام، يطلع مثلا 10 من النظام 2 من حزب الله. بعد شو؟ بعد ما تعبنا نحن، يعني صار عددنا انه خلص هلكت الشباب، بدها تضل عم بتقاتل واراضي كبيره، ونحن يعني نحن لبنان ومش مكملين كله بالعدد. كيف سوريا؟ كل محافظة عند لبنان عمرتان وثلاث. كيف كان قبل العدد؟ كان قبل نحن نفوت نقاتل، بس انه جيبوا لنا دبابة معكم، جيبوا لنا رامي دبابة، وكان في خيانة تصير مثلا بأرض المعركة تلاقيه يبرم المدفع يضربوا علينا من النظام؟ ها؟
هاي كون مثلا نحن كونوا هن عم بيقطعوا محور ونحن على محور، يعني هن عندهم عدد مثلا شي 30 شاب ونحن شي 20 شاب كمان، كونوا عم يضربوا هيك شي ينشقوا علينا، يصيروا يضربوا علينا. او مثلا ساعات الحرس الليليه بتلاقيهم بيصيروا، يعني كيف بدي اقول لك، بيصير بينشروا واحد منهم بيعمل هالشغلات. نحن بيروح لنا شباب كثير هيك، كون في حرس من الجيش السوري النظامي شي ثلاثه اربعه لأنهم اختفوا فجأة، يعني لم بينين مقتولين لم بينين ميتين، ولا تلاقي داعش صارت عنا كيف؟ بيعينوا منطقة، ونحن كنا نخلص منطقة نطهرها على الآخر، تاني نهار نمرق من حدا نعرف إنه صارت بإيد داعش رجعت. يبعون يا على خبز على كيف بدي أقول لك على الباب المستريح يجي ياخذوها هذيك ويقعد. لا نحن عم نفلح فيها يشتروها مشترى هذيك من كم مرة صارت هيك؟ صارت كثير هاي. حلب 100 مرة صارت فيها. نخلص منطقة نطهر حي بكامله، رحنا في شهداء قد ما بدي، من بعدها بيومين نجي منلاقي المنطقة معهم، نعرف انه رجعت اخذتها داعش. ونحن كنا نتعب فوق كثير وبعدنا هيك. طيب ولما تقول انه 10 بيجي هلا 2 من حزب الله، لانه العدد قل تبع الحزب، صار بيجي شي 8 من النظام 2 من الحزب، لا صار في تململ لانه صار في رافض او لا انه صاروا خلص انه جبروهم للجيش السوري كمان، لازم انتم تتحملوا المسؤوليه مثل ما نحن عم بنروح شبابنا هون، يعني هم بيجوا بيقعدوا بمنطقه متكلين انه هلا بيجي الحزب ياخذوا لنا اياها، نجي بناخذها بيطلعوا الضباط الكبار بيبيعوها من ورا ظهرنا. يعني مثل صار في وعي داخل قيادات حزب الله بهالموضوع. أيوة. صاروا ما يطلعوا عدد كبير، ما يطلعوا عدد كبير انه وهيدا بيلزم صار جيش النظام انه لانه نحن عم نجي نتعب 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 ناخذ له المنطقه، وعم يرجع عم ترجع الضباط تبيع على الكبير، فخلوني يبيعوها على ظهر مين قالوا مش على ظهرنا، لانه نحن تعبنا فوق، يعني النظام عم اقول لك في عساكر على الارض، يعني عساكر مثلنا مثلهم مثل ما بيقولوا عسكري زحاف، هودي بيقاتلوا بس بتجي الضباط الكبيرة بتبيع، يعني لما بيفوتوا 5000 عسكري على منطقة فجأة لداعش فعم بيفوتوا عن عابس هاب، وبيعطي أمر الضابط بيقول لهم مثلا للعناصر انسحبوا. ليش بدهم ينسحبوا؟ مين بده يرجع يشيلهم لهو غيرنا؟ لا قتلوهم لناجي، ما في حدا بيقاتل لناجي. يعني بيكون هن النظام سهلوا له يفوت لداعش. طب شو بيستفيد هو اذا بيسهل له، يعني عم تقاتلون على الارض هو بيسهل له بيرجع يفوت داعش، هو مستفيد عم بيسهل لداعش؟ هي بتصير ضباط عم بتبيع، هي بكل المعارك بتلاقي في ناس بتنشر وناس بتنبيع، لابد منها هيدي الشغل، وهذا عم بيصير كثير بسوريا مش هون. قد ايه صار قتلوا من الحزب؟ في قدام الناس بتعرفون او شباب بتعرفون؟ شباب بعرفهم في كتير، ثلاث ارباع رفقاتي استشهدوا فوق. طب ام رفيقك مثلا لما يستشهد فوق كيف هي بيكون موقفها؟ هي فخوره فيه مثل ما كان يحكى عن ايام الحرب مع اسرائيل انه استشهد وهيك، ولا هو متغير الوضع هلا بالحرب؟ لا منه متغير، هو في شغلات بتصير بالداخل هون انه بينقهروا من بعض، شغلات بتصير نقمارات صغيره وهيك، بس هي بتفتخر على ما في امها بتزعل فقدت ابنها وهيك، هي بتفتخر انه عم تقدموا شهيد. صحيح. بس شهيد وين؟ شهيد ضد مدنيين وابرياء بسوريا غير شهيد ضد اسرائيل، يعني في مش مختلف الموضوع؟ هو حسب يعني كيف بدي اقول لك، هلا بتصل اخبار غير هيك كليا. هلا في شباب عم تستشهد فهي بتكون يمكن استشهدت هي عم تعمل عبوة لحالها، يوصل خبر انه والله مات بالمعركة. ايه بس هو كمان ما كان مضطر يكون موجود بسوريا بساحة المعركة وعم بيشتغل بعبوات ناسفة. ايه 100% كمان، بس ان الاهالي هون عم يفتخروا انه اولادهم شهدوا. في عالم بالعكس، في عالم بتقول يعني لو من الوضع المعيشي منا مضطرين نخلي ابننا يطلع على هيك مطرح، بس كيف بتقول لك انه بعد ابني بالبيت كل شيء وصل له لحد وبلا ما يطلع يقاتل عمره 17 سنه 18 سنه، شو بيفهموا هيدا؟ هيدا بحطيه هون بتقولي له روح فكني من هيدا الحياة، بده يفوت من الحياة بده يعمل هيك.
هلا انت على مثلا اذا قالوا لك في حرب ضد اسرائيل بتروح مع الحزب؟ أكيد وعلى سوريا بتطلع بعد اذا إلك القرار والخيار؟ إذا إلي القرار والخيار أكيد ما بطلع على مطرح، بقعد بلبنان وبس، بقاتل على حدود لبنان. بالقلمون ليل نهار بقعد فوق شعر واتنان وبيجي نهار على بيتي قبلان، بس ما بطلع برات بلدي، بقاتل ببلدي أكيد. وليش عم تروح مع الحزب على سوريا؟ إذا وقفت بيوقفوا لي معوش، بوقف شغل. كم واحد في مثلك بيقول انه لو بس عم يطلع كرمال المعاش؟ في كتير مثلي، شو كلنا بالهوا صار، شو اللي مثلي مش يعني هاي الشباب اللي راحوا متعاقد فوق وعم تقبض مصاري، شو مش مثلها مثلي؟ ما انا وياهم نفس الشيء، عم نشتغل كلنا نقبض مصاري. يعني لو قاعدين هون عندنا وظيفة مثلا، دوامنا هون عندنا وظيفة مثل العالم، بتروح على وظيفتها وبتيجي، بنطلع من قاتل؟ ما راح نطلع من قاتل، راح نقعد بوظيفنا ونروح ونجي على بيوتنا. ما حدا مضطر يترك بيته وينام برا بخيمة وينام بالسقعة وبالثلج ويعمل ويعمل لو منه عايز هيدا الشيء. يعني لولا الأموال اللي عم تنفق أه. مش عم يطلعوا الشباب على سوريا تحديدا كرمال عقيدة وقضية؟ أكيد في مصاري عم تندفع وفي عالم محتاج. في لما بعلي لك التسعيرة وتطلع على حالها، يعني مثل بصير الواحد يطمع إنه يلا بروح بياخد زيادة، ما بيقعد يفكر انه يمكن موت ويمكن موت. نحن عندنا المعركة سهلة كثير، فعشان هيك بنقول انه يلا بنطلع، ما هون وهونيك نفس الشيء، بناخد زيادة هالقد وزيادة. قلت لي بتاخد 500 دولار بالشهر، نعم. وكيف اسعار المعارك هونيك؟ الزبداني قلت لي كان 20 دولار كانوا يزيدونا ايه باليوم، يومية على الساعة. على الساعة 20 دولار بزبداني. كانت اغلى معركة. اغلى معركة مرقت علينا الزبداني، يا برود القصار ما كان فيها، يا برود صار فيها. صار فيها شو؟ صار فيها تسعيرة 10 دولار أول شيء يا برود. وبلشت الزبداني لأنه كنت معارك كتير 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 قوي. 20 دولار بالساعة بالزبداني. كنت كتير قوي الزبداني، وكان يطلع فريق وينزل فريق، ما كانوا يضغطوا علينا. إنه روحوا قاتلوا مثلا، لنقول معركة بعيدة عنا 5 كيلو، ننزل نقاتل ونرجع نجي على مطرحنا نقعد، يروح حدا غيرنا يجي بديل عنه ونحن نفعل. هاي كانت اغلى شيء بالزبداني لانه اخطر شيء كان، هي اخطر شيء، وبعد حلب اخطر منطقه. طب والمناطق تانية كيف كانت تسعيرتها؟ 10 اغلى شيء اجت هي، يعني اجت يبرود وبلشت حمص 15، هيدا 10، هيدا مدري شو، وصلنا للزبداني. كانت اغلى شيء هلا الزبداني اخر مره. ففي مجموعة تروح مجموعة بتيجي بتريح حالها، ما كانوا يضغطونا فوق انه صحيح انه قاعدين 5 ايام فوق، بس المعارك عم بنبدل فيها كل يوم، ببدل فريق بيروح فريق بيجي، ها مرتاحين بالمعركة. اه هلا انت بتضلك لبنان، بلبنان لا يجيك طلب او امر انه في طلعة سورية مثلا؟ اه اكيد. طب فيك ترفض تطلع؟ لا ما فيني ارفض اكيد، بيوقفوني يقولوا لي في شباب ناطرة لتتعاقد غيرك 20 واحد ومية واحد. يعني أنا إذا ما رحت بيدقوا لواحد بيقولوا له أنت مقرب على التعاقد، تعا بنعاقدك، في تعاقد بدك تطلع سوريا تبلش، بيروح. أول ما يروح الواحد بيكون كتير مبسوط، وعده حامل بارودي وطالع وعامل مبسوط بهذا الجو كتير. بس بدنا نحن صرنا قضينا وصدينا فوق مثل ما بيقولوا، زهقنا قرفنا. شو أكثر موقف بسوريا صار معك بالقتال؟ شفت يمكن ولد مقتول، ما بعرف، أصعب مواجهة، أصعب موقف شفت بقلب بيت بالقصير، هاي من قبل هلا شفت. هلا دايما بنشوف أموات كتير، شفت بقلب بيت إنه مرة ميتة مع أولادها. هون صرت بيني وبين حالي انه مين اللي قتلنا، نحن ولا هوديك؟ هون كنت ايه كثير، هيدا الموقف بعدني ما بنساه لهلا. هي ولادها بقلب البيت بيتين، صرت اطلع هيك انه مين نحن قتلناهم ولا هن، نحن ولا، صرت اتخيل بيني وبين حالي، ما بعرف مين اللي قتلهم بعدني لهلا. يمكن يكون النظام طالع لرغم بالطيران، انه ما كان يوفرنا لنا اوقات بالغلط. يعني بمقام السيدة سكينة طلع طرقنا شباب هونيك، 7 شباب بالغلط
حطينا إحلاسي يضربوا بمطرح، طلعوا ضربوا بمطرح تاني. عم بتصير عرفت فيهم جنود تابعين للنظام عم يغتصبوا نساء؟ ايه بيغتصبوا ببعض المناطق بحلب، اغتصبوا نسمه ما حدا حسابهم، انه بدهم ياهم على الارض يقاتلوا. هلا مش وقت الحساب، هلا لا تخلص المعركه لكل حادث حديث، بحاسبوهم بعدين. طيب ايران قلت لي اكثر شيء اشراف اشراف على العرش. دورهم اكثر، ايه ما بيصير في خلافات بهالاطار انه مثل غيري انه ليش الايراني من جيش النظام مثلا هاي انه بتصير ليش من الروس الكبار بغار ضابط، انه كيف يعني بده يجي واحد يعطيني امر لإلي، ايه فبينشأ هون في احتمال كبير ينشأ، واذا انشأ ذهن الطريق لا شو بصير؟ بصير يعني بتكون انت مخلص المنطقه، بيعطينا احداثيات انه عملوا هيك موجود بمطرح الفولاني طق طق طق، هاي اخبار من هاي الانواع بيجوا بيطبوا عليك يعطيك العافيه. صار في كتير صار في انشقاقات كثير انشاءات، فنحن لما نحن عم بينشأ عنا جيش سوري، نحن كمان كذا منطقة يبعونا يكونوا حرس ويفلوا من ورا شو؟ كيف بده يجي عسكري سنيعطي أمر أنا مثلا رتبة معاون أو رتبة ضابط أو رتبة ملازم لهن، يعطيني عسكري بالحزب يعطيني أمر لإلي، أنا عندي فصيلة طويلة عريضة بيجي واحد بيعطيني بعده بيطلع قد ابني قد مدري شو يعطيني أمر لإلي، ما بيتقبلوها عالم كتير. هيدي مثلا تنقول قائد بالحزب عطى لعسكري بجيش النظام ما يعني احنا بيتقبلها. هلا نحن شاب من شبابنا بسوق فصيل كبير من الجيش السوري. جيش النظام. اه. فبصير في رفض وانشقاق. ايه في هاي احتمال كبير يكون. طب انت ما بتزعل اوقات انه انت عم تدعم ديكتاتور قامت ثورة سلمية حتى لو رجعت عسكرت بعدين بس كرمال دفاع يعني عن النفس؟ هي معك حق، هن منو يعني مسالمين بالمر، الجيش النظامي منو مسالم، انا معك بهذا الشيء، بس نحن عم ندرس سياسه ثانيه، عم بنقاتل كرمال هيك. هلا بما انه عن هلا هي داخليا نحن ضد على المعارك كلها، ما قلنا نقاتل بسوريا اصلا مضطرين، بس ما بعرف السياسيين عنا لشو عم يحسبوا لبعدين، الاحزاب لشو عم تحسب ترسم لبعدين، مضطرين نقاتل مثل ما بدنا. ايه بس اني كنظام، ما انا هلا بتكون بايام اللي بكون مدني فيها، اذا بدي اطلع على سوريا ما فيني امرق على حاجز للجيش السوري. لجيش النظام؟ اه لا لا منطق مع العالم بيحكوا، لا في هيدا بيكون واحد مطلوب على اسمك بيوقفك بشحنتك يومين ثلاثة وبيرجعك لهون. ولو ما انت ما حزب الله. هلا بس هلا انا ما حزب الله بس كون بالمعركة، غير هيك ما معي لا بطاقة ولا شيء. بينفر الواحد مني، يعني انا اذا هيك ما بتحملهم ساعة ونص ساعة ما بتحملهم، يعني مستحيل. هيدي على الحواجز ماشي على اللي عم نسمعه بيصير بالمعارك من قتل واغتصاب وكل هن هالامور بيصير في قتل كثير تعذيب. هن بيصير في قتل كثير، هن العسكر السوري يعني كيف بدي اقول لك ما بيفكر فشخ لقدام، بس بيفكر في هيدا البيت بدي اقتل اللي فيه خلص، بينزل بنزل البنايه كل، ما بيعرف انه مثلا يمكن يكون في عسكري واحد من داعش بقلب البنايه، شو خص العالم اللي بقاوا ما بيعرفوا هيك؟ ما بيعرف ولا ما بهمه؟ بيعرف انه بس ما بيعرف انه بمعنى ما بهمه، انه ما انه همه شيء، بيطلع ما بيسال لا رحمه لا شفقه ولا شيء. يعني هيدا اللي بيكون قاعد معنا نحن عم ياكل ويشرب، فجأة بيبرد مدفع الدبابة علينا وبيضرب، بكون نحن مأمنينه على دماتنا وقاعدين نحن وياه وكلنا شاربين نحن وياه ومدري شو، فجأة بيبرد المدفع علينا وبيضربنا، هيدا شو يعني؟ أنا مني وعلي ما بوثق فيه، وبعض رفقاتي يعني 70% ما بيوثق، مستحيل. يعني أنا مرة كنت تراكتون طلعت، كنا ببناية طبقان، طلعت على درج البناية يعني تقريبا صرت على الطابق الاول على صفرة الدرج، انا على صفرة الدرج في شباب بالبنايه فوق، بدي عم بطلع وبدي لف اطلع على الطابق الثاني، على صفرة الدرج طرق قذيفه بالشباك قتلنا شي 4 شباب جوا، كنا قاعدين نحن وياه، وفي منهم مثلا استشهد ابن عمه قتل مع جبهة النصرة، شو عمل؟ يعني فجأة صار يتذكر ابن عمه انه طفولته ومدري شو، خبرني قبل بليلة قعد عم يخبرني انه وانا كنت انا وياه اطلع لهون وانزل على هون، عم بيخبرني قصة حياته من صغار،
تاني نهار انشق علينا، نحن ما لقيناه على الحرس، عرفنا انه هو كان خلص انشق. صار يتذكر انه هن بيعرفوا من بعض انه في ظلم شوي عندهم للعالم. عند مين؟ عند الشاش النظامي. في ظلم باتجاه العالم كتير عندهم. يعني لما بيقول العالم ممنوع تطلعوا من هون بتفوتوا، ليش تكون ضايعة مثلا فيها كم واحد ضد النظام، بيجي بيعطي خبر بيسكر عليهم المنطقة، ممنوع تطلعوا من هون، انتوا خونة، انتوا انتوا انتوا. بيجي تاني نهار بيضربوها للمنطقة كلها. طب شو عرفك هون العالم خونة اللي جوا؟ انت بدك 3 4 عساكر من جوا لداعش مش اكتر. انت عسكري وعامل حالك قوي، فوت داهم شيء فتش عليك. خايف خايف اذا فات هول 4 يصفوهم. هني هيك بيعملوا حساب، بيخافوا على حالهم كتير عشان هيك بيأذوا. هو ما تفزع الا من الجبان. وجود الحزب بسوريا حقيقة عن جد كيف اختلف من قبل لهلا؟ اختلف، صار كبر قوي، صار يمكن يطلع ناس رفيعي المستوى من الحزب، ولا بالعكس كان يطلع بالأول هلا لا؟ ولا كيف اختلف؟ صار يبعثوا عدد أكبر؟ هي هيك اختلفت، بس بالأعداد خف العدد اللي بينبعث لفوق. خف لي كرمال هلا خف لأنه في عنا عساكر بلشت على العراق، ما فينا نضلنا بس بسوريا، كمان قسم على سوريا قسم على العراق. على العراق مع مين؟ مع الجيش النظامي ضد داعش بالعراق. ايه شو كمان؟ في كتائب حزب الله كمان، في غيره وغيره فوق. بلا الشباب تطلع لفوق على العراق. وكمان كرمال اشياء كثيره، مثلا عم اقول لك كنا فوق انه نجي ناخذ المنطقه يجي تروح منا هيك فجاه. هن بيجوا ببيعوها، بس نحن بكون كلفتنا دم شباب كتير. ايش بدنا نضلنا هاي؟ طب كمان عن الحزب خبرني، اكيد يعني بالنهايه مش راضي عن كل شيء، في اشياء صح بتشوفها وفي اشياء غلط. في اشياء صح. شو الاشياء اللي انت، غير انه قصه انت لو الك الخيار ولو ما في مال ما كنت بتطلع، شو الاشياء اللي غلط بتشوفها انت مش مع هاي الممارسات؟ يعني بتصير في غلط انه اول شغله الخيارات اللي بتتخيريها، ثاني شغله يا عمي انه ترك العسكري، هو بده يطلع يطلع، ما بده يطلع ما يطلع. ما عم تجبره ببلده، هو مش ببلده وعم يتهرب، هو طلع قاطب بلد ما خصه فيها وعم تجبره فيها. والا مثلا بيطير معاشك، والا بتتجمد، والا مدري شو. طيب انا شو خصني بهاي البلد اصلا اطلع؟ انا لما جيت فطع حزب الله فطت لانه حزب الله بلبنان عم بيقاتل ضد اسرائيل. ما فطت بحزب الله ليطلع يقاتل بقلب سوريا، كنت رحت فطت بالجيش السوري ساعتها. أو يمكن داعش معاشة أكبر، هل هي بدل نقل ساعتها فوق؟ طيب وشو أول نقطة قلت الخيارات وشو قصدك؟ إنه يترك العسكري، هو إنه بدك حابب تطلع لفوق إلك خاطر بتطلع، ما بدك تطلع ما تطلع خلص. ليش بدك تخصم له من معاشه؟ لا بدك تقول له بجمد لك معاشك، ولا لا بدك تعايره فين؟ طب اذا انت هيدا الموضوع انه انت مجبور تطلع، ما بيأثر على دورك فوق وانت او اصحابك؟ ما بيأثر على دورك وانت مش مقتنع بتطلع اصلا، طالع كرمال المسار؟ ما بيأثر على دوري، لانه بس تطلع لفوق وتقعد خلص لا حول ولا خلص وصلت. يعني ما في في بدك او بتخلص او ما بتخلص، بدك تقاتل. وشو الاشياء الثانيه اللي بتشوفها انت سلبيه وبتفضل سلبية ما تكون؟ في اشياء مثلا هني بيقدموا لنا كانوا شيء بزدوا لنا مصاري تراجعوا فيه لهذا الشيء. شو هو هذا الشيء؟ يعني كانوا مثلا في شباب كثير بتعرفي قاعده مثلا بتدخن بتأرجل مدري شو مدري شو مدري شو، عندها شغلات خاصه فيها. وصلنا لوقت هلا صار فيه 20 دولار على الساعه، مثلا جيب انت دخان منك، جيب انت معسل منك، جيب انت قهوه منك، كل شيء مأمن. بس زادوا مصاري خفوا. على أول معركة الزبدانة كانوا بعدهم موجودين، كانوا موجودين وزيادة ودوبل والتريبل كمان بدك تقولي. طيب حمسوكم على معركة خلص انه بدهم كل شيء بيتأمن لك فوقهم.
شو بعد في اشياء ممكن تزعجك من الحزب غير الاشياء ذكرت اشياء كثير ايجابيه وبتشوفها انت منيحه؟ التعامل معنا، يعني بتحسي حالك انه كيف بدي اقول لك، يعني عجبك هيك عجبك، بحيالله شيء، حيالله شغله، عجبك عجبك، ما عجبك الله معك، غيرك احلى منك. طب اذا واحد مجوز وعنده اولاد وعنده اجار بيت وعنده وعنده، طب بيسترجي يقول لهم لا على شيء للقيادات؟ وانت عم تفديهم بروحك. ايه بيسترجي يقول لهم لا، وخليه يعمل غلط صغير، غلط من الداخل، هو هيك غلط صغير دغري تجبنت على السريع، نسوا شو كان وكيف كان وقد قدم، هو ينسون كلهم فجأة، فجأة بيجمدوه. تجميد شو المعاش والتجميد لا شو؟ بيوقفوه يعني عن شغل، بيجمدوه عن الشغل فجأة. شو بدك غير هيك؟ بس ما بيأذوا ببطل معهم او بطل معهم. افترض انت بكره قررت مثل ما قلت انت مش بطل بقتل معهم مثلا، الثلاثه. اذا واحد اعلاه دعوه صغيره رفعوا الغطاء عنه للدوله، بدكم اياه تعوا خذوه، مصاري ما لك، انه ما خلص وقفوهم كل شيء، شلحوا بطاقه الحكمه وغيره وغيره، بطاقة الطبابة يعني. بدهم اياه الدوله، بدقوا هني تليفون تعوا خذوه. هو ليش الدولة يكون بده اياه؟ اذا هو اعلاه شغله صغيره بيكونوا مأمنين له بيكون الغطاء. اول شيء مغطيينه واللي بدك اياه، وانت بس تعوا وروح، بس يتركهم راحت عليه هو كله، يقعدوا يفكروا عنده عائله عنده اولاد، ليش لنسلمه، ليش لنعمل معه الضرب، ليش يقعدوا يفكروا هيك، يفكروا خلص خلص بيكرهوا الشخص دغري، بس بيأمنوا لك الغطاء طالما انت معهم. طالما انت معهم مغطاي بيأمنوا لك الغطاء والدولة ما حتقرب. ما حتقرب الدوله، لا خليني يتركون هون، طلع الواقع على راسه سعد. قديش في هالحالات بحزب الله اللي عندهم قصصهم ودعاويهم وقضاياهم بس لأنهم مع الحزب مأمنهم الغطاء وطبعا مثل ما قلت بأي لحظة ببطلوا معه حيفزوا هلا ولا اللي أصلا. أمنوا غطاء للطفار بالبقاع كله، مش هيأمنوا غطاء لعسكري عندهم، ما في طفار مطلب بعلبك عدد شعر لبراسي وراسك. أما لونهم غطاء طلعوني قاتلوا بالألمون كرمال يسكروا الحدود وعازوا شباب طلعوهم، طلعوا صاروا الطفار عنده النقط بالألمون تقاتل فيها بإشراف أكيد بعض الأشخاص من الحزب. يعني قد غطى هو، لكن من غطى غطى الطفار المطلوبين هيدا ب10 سنين وهيدا ب15 سنة وهيدا صحيح إرهابيين. هودي طفار مطلوبين عند الدولة، 100 جريمة بتكون من قتل لسرقة لتجارة مخدرات لسرقات لطالع نازل، غطاهم وقت اللي كان بده اياه، مش هيغطي عسكري عنده؟ بغطي إذا هو بده بس لا لما يقرر إذا تركه ببطل مأمن هلا شيل الغطاء. الغطاء عنه فوق، خلصت معركة الألمون لمصلحته. أكيد. طب أنت مثلا هاي النقطة ما بتزعجك إنه أكيد بتزعجني وأكيد ضده، وأكيد لو طلع بإيدنا نعمل شيء كنا عملناه، يعني شو بدك تعمل بدولة، بلد يعني دولتها حزب الله بس، هي الدول الأحزاب حاطني بس. يعني إنه مأمن غطاء على إرهابيين وقتالين قتلة وأنت قلت يعني أنا ومحكومين ب10 سنين وأكثر وأكثر. وأحوه هلا يعني شو حزب الغطاء عنه؟ مفروض رافع الراية الدينية، ليش أنا بدي أحمي قتالين قتلة؟ هلا هو أشخاص رفع راية دينية وأشخاص الله بيعلم شو بتشتغل، كيف بتتعامل مع العالم. هو غلطه الكبير، مش غلطه الكبير، عنده أغلاط كتير، ما بقعد إذا بدي أقعد أسمي لك يوم، في عندك أغلاط كتير بالحزب. لك والله وقت الجد ما هذا بيعرف الله، كله عم بيقاتل على مصاري وعلى كراسي وخلصت القصة، ما عاد خصه بالدين وعلى خصه بالإيمان، كله مثل ما عم خبرك يوم مثل ما هن. في نحن العساكر الزحافة على الأرض المسائل اللي من تحت الطاولة، نحن مسائل صغيرة، نحن شو مسائل يعني؟ نحن مسائل صغيرة يعني، كل ما حاول لك مجموعة مجموعتين ثلاثة مسؤول على مطرح على اثنين على ثلاثة اللي هن، هو نحن هون اللي رايح عليهم، نحن اللي بنقاتل على الارض، نحن بنعمل واحد اثنين ثلاثة، غير هيك ما في شيء.
هالشيء هدي كله قاعد ورا التليفونات ورا المكاتب ورا الكراسي، بس بيعطي أوامر وتلفزيونات وحكي وحكي وحكي، نحن طالعة براسنا. ما بتعزك عليك حالك؟ طيب بعزك حالك، تعي شوفي لي في شغل اشتغله هلا بترك الحزب. معقولة في الشغل تشتغله يعني؟ ما في شغل اشتغله مرتاح فيه الا بدي اشتغل، يعني بدي اشتغل. شو في شغل اشتغله كون مرتاح فيه هلا؟ ليش مرتاح؟ ماني مليان، بس انه شو في شغل اشتغله ما اكون مأمور فيه، بمعنى كيف بدي اقول لك، يعني اي شغل صغيرة ممكن تفللوكي من شغلي. مش تكون مأمور احسن ما تكون عم تقتل؟ مضطر هلا اشتغل، هيا اذا بلاقي شغل بوقف. امك شو بتقول لك؟ امي كل ما اطلع بتضل قاعدة على اعصابها لانزل، بس تشوفني ليمشي حالها. شو بدها تقول؟ تقول لي شو جييني من من الحزب ومن سوريا تبعك، شو جييني منكم؟ كان هذا إذا مشاهدينا لقاء حصريا مع مقاتل من مقاتلي حزب الله المتواجدين في سوريا، والذي روى كما تابعنا كل هذه التفاصيل الحصرية. شكرا لكم على متابعة هذا اللقاء الخاص، ونلقاكم بإذن الله في لقاء آخر.